ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تريد مخرج من الأزمات من المشكلات؟ اتق الله. الله في القرآن يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. رزقك قليل ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني مشاهراتنا نحن نحتسبها بالشهر فلان فلان مقدار يطيه فلان فلان، أما الله يقول إذا اتقيتني من حيث لا تحتسب أنا أرسل له. الله أصدق الصادقين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. للصبر الله ما يقدر، الله أكثر من كل البشر ومن كل الحكومات، أكثر قدرة. على قول الحاج السبزواري في منظومته أزمة الأمور طرا يعني كلا، أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. وفي نفس القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني أنك إذا كان الدرهم أو فرد ورقة أو فرد شيء بيدك بقبضتك شلون تتمكن تصرف فيه؟ هذه الأرض السماوات شنو يقول والسماوات مطويات بيمينه، كل السماوات يعني كل الكون. احنا إذا اتصلنا بالله سبحانه وتعالى نتمكن من كل تقدم، نتمكن من كل خير، لكن على شرط نتق الله، على شرط لا نعصي الله، لأن الله أيضا مطلع في خفايانا وزوايانا، لأن الله تعالى مو ظاهر فقط، البشر يشوفون الظاهر. فإذا اتقيت الله تعالى في أي طريق تمشي الله معك، والله يشهرك يرفعك. في دعاء كميل وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، الله ينشره.